يا سيد، جهز نفسك بقى لأول درس عملي بالنسبة لك. هتطلع معانا طلعة الخميس اللي جاي دي، وأنا متأكد ومتفائل وحاسس إن ربنا هيكرمنا بسبب وجودك معانا. على الأقل تعوضنا المرة اللي فاتت. قصدك العملية اللي راح فيها أربعة من رجالتك؟ الله يرحمهم بقى، محدش بيغلى على اللي خلقه. وعايزنا أبقى الخامس؟ لا يا باشا، لحد كده وإحنا حبايب، العمر مش معزقة. يعني إيه؟ يعني يا باشا أنا جاي أبدأ حياتي، مش أنهيها. لو عايز تخدمني بجد يا باشا، شوف لي شغلانة في حتة أمان. أهم حاجة في الشغلانة ما يكونش فيها الله يرحمهم. ايوه، اهلا يا معوض. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه دلوقتي يا معوض؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الراجل اللي جاي يشتري العفش جاي ورايا. كتر خيرك يا معوض، معلش هتعبك معايا في عمل خير تاني. اؤمريني يا حبيبتي. الامر لله. الكيسين دول فيهم هدوم امي الله يرحمها. الله يرحمها. شوفي اي جمعيه خيريه واديها لهم، هم عارفين مكان الغلابة اللي محتاجينها. يا سلام يا بنتي، ربنا يكرمك يا بنتي ويقدرك على فعل الخير. والله يا بنتي ما بيحس بالغلبان غير الغلبان اللي زيه. ربنا يخليك يا معوض. سلام عليكم. وعليكم سلام. السلام. اتفضل يا معلم، الحاجة قدامك اهي، حملها والسعر مش هنختلف عليه. ما تقوليش كده يا بنتي، ده كده ياكل. بقول لك ايه يا معلم، الحاجة قدامك اهي، تمنها بما يرضي الله. بقول لك ايه، دي حاجة ولاية. ده حاجات في الهوا دبنا، كبيرة عندنا 500 جنيه 550، وبكرمكم. لا اتكل على الله، عندنا اللي يشيل بفلوس اكتر. يا معلم معقول الرقم ده؟ اصبري يا بنتي، مش كفايه الكشك اللي انت بعتيه بتراب الفلوس؟ بقول لك ايه يا معلم، ده عفش ولايه، يا تتقي ربنا فيه يا نشوف حد يشيله بما يرضي الله. صباح الفل يا سولي. اهلا ابو العز بيه، امرني. والله كنت قصدك في خدمه كده يعني، وعارف ان مفيش حد غيرك هيخلصها. خير؟ عندي واد شاب كده ابن حلال، واد مجدع يعني، ومن المكافحين ويسد في اي حاجه. عايزين نثبته في حته امان. حته امان ليه؟ هو صوابي ولا ايه يا راجل؟ عيب عليك، هو لو صوابي انا هرزيك بيه. طيب ابعتهولي على القريه، بس خليه لما يجي يفكر انه من طرفك. واسمه ايه؟ سيد ليفه. سيد ابو ليفه. ابو ليفه ماشي، اعتبره تعين خلاص. تشكر يا سولي، صباحك نادي ويومك هادي، مع السلامة. ألف مبروك يا عرب. ما تحرمش منك يا سيد المعلمين يا جامد. تقولش كده سيد عيب، من بكرة تحضر نفسك عشان تسافر وتتكل على الله. بكرة؟ ماشي يا سيد المعلمين. ما قلتليش بقى، إيه رأيك في الولاد؟ اللهم صل على النبي، ربنا يخليهم لك. برلنتي وعبد الحميد. إيه؟ أصل أنا كنت معجب بيها قوي في فيلم رنة خلخالي. ومين ما حبهاش يا سيد المعلمين؟ أنا بقى بيني وبينك بعد العيال على المجال. لو كبروا وحبوا نكبر مع بعض، والواد فهم وحب يبقى كتف في كتفه كده، مش همانع. اتجه بقى لخياله واختياراته هو، مع السلامة. ما الواحد لازم يدلع عياله وبالسيد، أمال إيه؟ ويعوض عقد الضعف اللي فيه في العيال. تقصد عقد النقص؟ أو نقص الضعف. ونعم التربية يا سيد المعلمين. ربنا يخليك يا عرب. وأنت سيد بقى ما قلتليش، مخلف؟ عندك مين؟ عندي طارق وأسامة ووردة، آخر العنقود بقى فرحات. مع إني يا معلم كان نفسي أسمي سمية وخشاب، أصلي بموت فيها في الحاج متولي. لو سمحت، أنا اللي كنت كلمت حضرتك من إسماعيلية إمبارح بخصوص الكورس الإسباني اللي درسته هنا، أقدر أستلمه دلوقتي؟ تمام، شوف. يا سمعة، انت ايه اللي اخرك كده؟ ما انت ناس بقى، سايب بقى الدنيا معجونه بره. انت هترغي وهتعملهم لي. جبت كل الحاجه اللي طلبتها منك؟ حاجه ايه؟ حاجه ايه؟ الشنطه متلقحه ورا على الكنبه.
يا باشا موكلي ما عملش اي حاجه في الاسماعيليه اكتر من اللي عملوه المسجونين المساكين اللي كانوا في سجن واد المخلوق. حضرتك بتتهمه انه هرب من الاسم. ايوه يا فندم هرب من الاسم، بس ده كانت اوامر الخونة المجرمين اللي اقتحموا الاسم. لو ما عملش كده يا فندم كان راح زي اللي راحوا. عشان كده يا فندم انا بقى طالب باخد اقوال كل المسجونين اللي كانوا محبوسين معاه في نفس التوقيت. وشكرا يا فندم، شكرا. امرت النيابه بحبس المتهم فرحات عرفات ابو دومه 15 يوم على ذمه سرقه تزوير اوراق السياره. رقم اكتب عندك رقم السياره وماركتها، والاستعلام من مامور اسم الاسماعيليه عن امكانيه ارسال بعض المتهمين الذين عادوا بعد مهاجمه القسم لاخذ شهاداتهم في واقع هربهم لحظة الهجوم على القسم. مكتب ساعة المحضر وتاريخه. تمام يا فندم. خده يا ابني على الحجز. 15 يوم؟ هنعمل ايه يا أسامة؟ معرفش. المحامي بيقول إننا لحد يوم الجلسة هنشوف لها تصريف. بابا ما عمل إيه يا بيه سيد؟ بابا عمل كل خير يا طارق. غير نشاط. وهو أساساً ما عندوش خبرة في النشاط الجديد ده. استيراد وتصديق شغل رجال اعمال على كبير قوي يعني. المهم انا مش عايزك تخاف، اسامه جنبك وليك عليا كل اجازه هاجي اظبطك تظبيطه. يعني ايه؟ لا انت ولا بابا هتبقوا موجودين؟ وبعدين بقى يا عم في المعايله دي مش قلت لك اسامه هيبقى جنبك؟ وبعدين يا طارق يعني كلها 10 15 سنه ويطلع لك شنب بايخ تتحسب بيه علينا راجل. توحشني. خد بالك من مذاكرته أسامة، حافظ عليه زي ما حاولت على قد ما أقدر أحافظ عليه. أنا عارف إنك كان نفسك تشوفني أحسن، صدقني أنا كمان. شوف الشباب خير يا أسامة. يلا يا أستاذ عشان هتتحرك.